صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من دروس السنة السادسة ابتدائي من كتاب في رحاب اللغة العربية. وعلى بركة الله سنبدأ، ودرسنا اليوم هو الشكل والتطبيقات الكتابية. العملات تراث حضري، أنجز في دفتري، أنقل ما تحته السطر ثم أضبطه بالشكل التام. إذا هنا ما تحته السطر قمت بتشكيله، أنتم اكتبوه في دفاتركم. إذا تعتبر العملات شكلا من أشكال التراث الحضري الذي يتعامل معه الإنسان منذ أقدم العصور. أيضا هنا استخدم، وأيضا هنا المعدنية، وأيضا هنا العملات. أعطي عنوانا للنص، سنقرأ النص ثم سنعطي عنوانا. تعتبر العملات شكلا من أشكال التراث الحضري الذي يتعامل معه الإنسان منذ أقدم العصور، حيث عرف العالم العملات المعدنية منذ القرن السابع قبل الميلاد، وكان الذهب هو المعدن الذي استخدم في صنع النقود. وتميزت العملات المعدنية بالنقوش والرموز والكلمات والشعارات الخاصة، حيث وجدنا الدول تنقش على وجه وظهر عملاتها صور ملوكها وزعمائها أو مظاهرها الحضارية ومعالمها التراثية والبيئية التي تمتاز بها. ويعد جمع العملات كما هو حال الطوابع والبطاقات الباردية من الهوايات التراثية الأكثر انتشارا عبر العالم، وتزداد قيمة العملات المحتفظ بها مع تقادم تاريخ سكها. إذا هنا أعطيت عنوان لهذا النص، كتبت قيمة العملات، وأنتم إذا وجدتم عنوانا آخر اكتبوه. أرتب الأفكار الآتية بحسب ورودها في النص. إذا هنا استخدام الذهب في صنع العملات، إذا هنا رقم 3. إذا ذهبتم هنا كان الذهب هو المعدن الذي استخدم في صنع النقود، إذا رقم 3. هنا رقم 1، العملات شكل من أشكال التراث الحضري. إذا وجدنا أولا في هذه الجملة الأولى، تعتبر العملات شكلا من أشكال التراث الحضري الذي يتعامل معه الإنسان، إذا هنا رقم 1. أيضا هنا رقم 2، استخدام الإنسان للعملات المعدنية قديما، هنا سترون هنا منذ أقدم العصور. إذا هنا 3 1 2. آتي بعائلة كلمة نقوش، هنا ستأتون ستذهبون إلى الانترنت وستكتبون عائلة كلمة نقوش، وستظهر لكم مجموعة من الكلمات. هنا كتبت منها عائلة كلمة نقوش: تناقش نقش منقوش ناقش يتناقش نقاش إلى آخره. أبدي رأيي في قول الكاتب: تزداد قيمة العملات المحتفظ بها مع تقادم تاريخ سكها. هنا كتبت رأيي في قول الكاتب: تزداد قيمة العملات المحتفظ بها مع تقادم تاريخ سكها. نعم، بالفعل تحولت العملات القديمة إلى سلعة يتم المتاجرة بها ولها أسواق متعددة، وتتنوع العملات القديمة بين المعدنية والورقية، وكلما كانت ترجع لحقبة زمنية بعيدة كلما ارتفعت قيمتها. لدينا هنا الحصة الثانية، أنجز في دفتري، أعرب الجملة. لدينا هنا: عرف العالم العملات المعدنية، وأيضا الكلمات يعد جمع قيمة تقدم. إذا سنعرب هذه الجملة ثم هذه الكلمات حسب موقعها في هذا النص. إذا لدينا هنا الجملة الأولى: عرف العالم العملات المعدنية. إذا عرف هو فعل ماضي مبني على الفتح، العالم هو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، العملات هو مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، أما المعدنية فهي ناعت تابع لمنعوته، أما الكلمة يعد فهي فعل مضارع مبني للمجهول لأن هنا يعد هنا مضموم، هذا الفعل مضارع فيه ضمة في الأول. هنا لدينا جمع هو نائب الفاعل، مدام هنا يعد جمع إذا هنا نائب الفاعل، نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هنا لدينا قيمته هو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أما تقادمي فهي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. يعني هذه الكلمات يعني يتم إعرابها حسب موقعها هنا في هذا النص. أضع مكان النقط جواب الشرط المناسب. إذا هنا لدينا أدوات الجزم التي تجزم فعلين مضارعين، إذا هنا لدينا
من يكرم والديه ينجح. إذن هنا يكرم الفعل المضارع الأول مجزوم، إذن يأتي الفعل الثاني أيضا مجزوم، يعني الفعل المضارع الثاني يأتي مجزوم أيضا. إذن من يكرم والديه ينجح. لدينا هنا ما تغرس من أشجار تكبر، إن تنم في مجرى الهواء تمرض. إذن هنا لدينا فعل أول وفعل ثاني مضارع، فعل أول مضارع وفعل ثاني مضارع، فعل أول مضارع، إذن هنا الفعل الثاني المضارع. أدخلوا لم على الجملة الآتية، لدينا هنا أنتم تستخدمون العملات الورقية في العملية التجارية الكبرى. إذن هنا سندخل على هذه الجملة لم، لدينا هنا أنتم تستخدمون، إذن تستخدمون هنا فعل مضارع من الأفعال الخمسة التي هنا يكون إعرابها عندما سندخل عليها أداة الجزم سيكون إعرابها فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن هنا سنكتب هذه الجملة كالشكل التالي بهذه الطريقة: أنتم لم تستخدموا العملات الورقية في العملية التجارية الكبرى، هنا حذفت النون لأنه من الأفعال الخمسة عندما ندخل عليه أداة الجزم كما شرحت لكم في بداية الدرس. أشكل ما يأتي شكلا تاما، إذن هنا سنشكل هذه الكلمات. لدينا هنا: ما اسمك؟ أكرم الضيف يا أحمد، احفظ درسك يا عبد الله. والآن سننتقل إلى الصفحة الموالية، لدينا هنا ترفيه وإغناء، لدينا هنا النشاط الأول. أبحث عن الكلمات الآتية وأشطبها في الشبكة أفقيا وعموديا لأجد أحرف الكلمة الضائعة. إذن هنا سنجد هنا أهرام، أين هي أهرام؟ نعم هنا سنشطب عليها، إذن أهرام. أيضا هنا لدينا مطاط، أين يوجد هنا مطاط؟ سنرى في أي مكان هنا مطاط، هنا الحاف لدينا مطاط هنا في هذا المكان. لدينا هنا مجيب، أين الميم؟ نعم هنا مجيب أيضا، لدينا أهرام مطاط مجيب. أيضا هنا مسجد، أين المسجد؟ نعم مسجد، سنشطب على مسجد. أيضا لدينا المايا، أين هي؟ نعم هي المايا، إذا سنشطب على المايا. مايا أيضا هيرون، أين هيرون؟ هنا نعم هيرون هنا، سنشطب على هيرون. أبي، أين أبي؟ هنا سنبحث عن اسم أبي، أبي هنا، إذا سنشطب على أبي. برد، أين هنا برد؟ نعم سنرى الباء هنا، نعم هنا برد. ريحان، نعم هنا ريحان. لدينا إبريق، أين إبريق؟ نعم هنا إبريق. وشم، أين وشم؟ نعم هنا وشم. إذا تبقى لنا حرف الياء والواو واللام، وأيضا اللام يعني وليلي، يعني اسم مدينة أثرية تقع وسط المغرب، يعني هي وليلي، وليلي. هنا وضعت العلامة على الأحرف لكي تظهر الكلمة جيدا. إذا لدينا هنا وليلي. النشاط الثاني: حب الاختراع. يعرف عباس بن فرناس بكونه أول من حاول الطيران لكنه سقط، فتوقفت أول محاولة للطيران، لكن الكثير لا يعرف تعدد مواهبه وخبراته ولعه بالعلوم والفنون والاختراعات. ولد عباس عام 810 ميلادي بقرطبة بالأندلس في عهد حكم الدولة الأموية، ثم توفي بها عام 887 ميلادي. كان عالما موسوعيا، جمع بين الفلسفة والكيمياء والفلك والرياضيات والطب والشعر والموسيقى وغير ذلك من علوم عصره وفنونه، حتى لقب حكيم الأندلس. من بين اختراعاته المتعددة الساعة المائية المعروفة باسم الميقاتة والنظارات الطبية وغير ذلك من الاختراعات التي كانت تسمح بها علوم زمانه، كما صنع أول قلم للحبر في تاريخ البشرية، غير أن أهم اختراع عرفته البشرية على الإطلاق ومحاولته الطيران، فقد كانت أول فكرة خطرت ببال عالم وأول محاولة قام بها فلكي في ذلك العصر. فقد صنع لنفسه جناحين مقلدا الطيور، فطار مسافة قصيرة، غير أنه سقط لأسباب تقنية، فألهم الكثير، وكانت تجربته فريدة قادت البشرية لابتكار طائرات بما أتاحته علوم عصرنا. وقد استحق
بذلك تكريما خاصا بوضع تمثال له بمطار بغداد، وبه عبارة: أول طيار عربي ولد بالأندلس. كما نصب له تمثال على نهر الوادي الكبير بقرطبة حاملا للجناحين دلالة رمزية على أول محاولة طيران قام بها حكيم الأندلس، من أقواله: الجهل ليل ليس فيه نور، والعلم فجر نوره مشهور. إذا هذا هو العالم الكبير عباس بن فرناس. الحمد لله، انتهينا. إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.